لدى رعاية سموها الملتقى الحكومي 2016 بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، دعا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر المسؤولين التنفيذيين في الجهاز الحكومي إلى العمل على إرضاء المواطن أولاً، فمؤشر نجاح أداء أي مسؤول في أي جهة حكومية خدمية هو رضا المواطن عن الخدمات الحكومية، وما لم نصل إلى هذا الهدف فعلى الجميع مراجعة أدائهم وتطويره وتحسينه لبلوغ ذلك. ودعا سموه المسؤولين التنفيذيين إلى العمل بروح الفريق الواحد والالتزام بالتنسيق المنظم والاستعانة بالدراسات والبحوث لتوحيد الرؤية من أجل تجاوز التحديات وبخاصة الاقتصادية، والعمل على جعل هذه التحديات محفزات للتقدم إلى الأمام لا للتراجع إلى الخلف، مشددا سموه على تقييم الأداء الحكومي بصورة دورية ومستمرة وتفعيل الرقابة والمحاسبة والاستغلال الأمثل للموارد وضمان سير الخطط والبرنامج وفق الرؤية الاقتصادية وبرنامج عمل الحكومة. وشدد سموه على أن النظم الحديثة في الإدارة وإن تعددت وجاءت بكل ما هو جديد على صعيد المفهوم والتطبيق عن سابقتها، إلا أن كلاهما يلتقيان على هدف واحد وهو تحقيق كل ما هو أفضل من أجل المواطن. وقال سموه للقيادات الحكومية المشاركة في الملتقى أن اجتماعكم اليوم هو لبلورة الأفكار والرؤى التي تخدم الاستراتيجية الحكومية الموجهة للمواطن، ومؤشر ذلك لا يمكن الوصول إليه ما لم تكونوا قريبين من المواطنين، فخدمة الناس تكون أكثر نفعا وأنت قريبا منهم وأنت مطلعا ميدانيا على المشروعات الموجهة إليهم. وأضاف سموه مهما وضعنا من خطط وبرامج تنموية ما لم تنجح تلك الخطط في تحسين حياة المواطن وبيئته الخدمية فيجب تعديل مسارها وتوجيه دفتها بالاتجاه الذي يحقق طموحات المواطنين وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في تحقيق الحياة الكريمة لكافة أبناء الشعب. وفي كلمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب رئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى، أكد سموه على حب التحدي وعشق الإنجاز الذي يؤطر الجهود نحو المزيد من التنمية والتطوير لصالح المواطن الذي هو محور التنمية وغايتها وفق توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى. وتناول فيها سموه أهداف وأدوات العمل الحكومي في المرحلة المقبلة. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظكم الله ورعاكم. أصحاب السمو والمعالي والسعادة الضيوف والحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو العم العزيز، إن رعايتكم لهذه الفعالية لها قيمة قصوى لدينا جميعاً،
إذن انعقاد الملتقى الحكومي 2016 لأول مرة في مملكة البحرين يرتبط توقيته بمناسبة عزيزة، وهي مرور 8 سنوات على رعاية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة حفظ الله ورعاه لإطلاق أول رؤية اقتصادية في مملكة البحرين في عام 2008. تلك المناسبة التي تغمرنا جميعاً بالإرادة والتصميم على بلوغ أهداف الرؤية التي قامت على مبادئ الاستدامة والعدالة والتنافسية، حين قال جلالته: الهدف من هذه الرؤية الاقتصادية لعام 2030 هو المواطن، الفرد البحريني، فالتنمية التي لا يكون المواطن هدفها لا فائدة منها ولا نريدها. تلتقي اليوم في هذا الجمع المبارك مختلف المستويات الإدارية بالحكومة، ليس من أجل استعراض الإنجازات وحسب، وإنما أيضاً من أجل التوجه معاً للمستقبل بسواعد متكاتفة بكل عزم ومسؤولية. صاحب السمو الملكي، الحضور الكرام، منذ تدشين الرؤية واجهت المنطقة والعالم تحديات متعددة، ولعلنا نستذكر معاً ما شهد العالم من تبعات للأزمة المالية في عام 2008، والتحديات التي مرت بالمنطقة، والمحاولات التي سعت لإبعادنا عن مسار التطور والتنمية في عام 2011، وما نواجه اليوم من تحديات انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية. ولكن جاءت هذه التحديات على قدر عزمنا وأصرارنا على تحقيق الأفضل لصالح الوطن والمواطنين، وبفضل تكاتف الجميع كنا وما زلنا قادرين على تخطي التحديات التي تواجه المراحل المختلفة للتنفيذ، فنحن جميعاً لدينا حب للتحدي وعشق للإنجاز. بفضل قيادة وحكمة سموكم والعمل الدؤوب من قبل الجميع، تمكننا من تطوير منظومة العمل الحكومي من حيث التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الفعال، سعياً نحو تحقيق أهداف الرؤية من خلال مشاريع ومبادرات حكومية شاملة. وقد شكلت تلك المشاريع والمبادرات برنامج عمل الحكومة في الفصول التشريعية التي تلت تدشين الرؤية، وأدى ذلك إلى التوجه بثبات نحو تحقيق إنجازات متعددة، ومن بينها، وهذا مهم، نمو الناتج المحلي الإجمالي 28% خلال الفترة من عام 2008 إلى عام 2015، ارتفاع نسبة مساهمات القطاعات غير النفطية إلى 80% من الناتج المحلي، زيادة إجمالي الصادرات الغير نفطية بنسبة 290%، الاستمرار في خصخصة الخدمات الحكومية بقطاع الطاقة لتبلغ مساهمات القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء والماء أكثر من 80%، الشروع في بناء 5 مدن إسكانية جديدة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لتوفير 40,000 وحدة سكنية بمشاركة القطاع الخاص. ورقم مهم، أن كل هالمشاريع ساهمت، أو كل هذه الجهود ساهمت في زيادة دخل الأسرة البحرينية بنسبة 47% منذ تدشين الرؤية. هذه الإنجازات تحققت بالجهود المخلصة التي تبذل في كافة المؤسسات الحكومية بمختلف المستويات الإدارية والتنظيمية بقيادة سموكم، وكذلك تعاون ممثلي السلطة التشريعية مع الحكومة، وهو ما يشكل اليوم نموذج حضاري بارز لمملكة البحرين على مسار التطور والنمو. كما أن ما تم مؤخراً من تدشين لرؤى تنموية من قبل أشقائنا في دول مجلس التعاون يؤكد على صواب المسار الذي انتهجناه في مملكة البحرين منذ سنوات عديدة. صاحب السمو الملكي، الحضور الكرام، مسؤوليتنا الوطنية تحتم علينا الاستمرار بالعمل وبذل الجهود المتواصلة بإخلاص لتحقيق تطلعات المواطنين الكرام، وهو شرف والتزام لنا جميعاً. ومن هذا المنطلق سيستمر العمل على تطوير أداء الأجهزة الحكومية من أجل التميز في تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع التي تصب
في تحول الرؤية إلى واقع ملموس، وتتطلب أولويات المرحلة القادمة تحقيق 3 أهداف. أولاً، تعزيز الجهود لإعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيسي للاقتصاد إلى المنظم والشريك لقطاع الخاص بالنمو. ثانياً، تكثيف المبادرات التي تدعم الإبداع والتفوق. ثالثاً، استمرار الاستثمار في المواطن لرفع مستواه المعيشة. ولتحقيق ذلك لابد من تفعيل عدد من الأدوات الحكومية: تحسين جودة الخدمات الحكومية للمواطنين من إسكان وصحة وتعليم وغيرها، تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لزيادة القدرة التنافسية دولياً، ومواصلة تسهيل كافة الإجراءات الحكومية، وأخيراً توفير بنية تحتية عالية الجودة تواكب متطلبات المستقبل. تنسيق الأولويات ووضع خطط تنفيذية واضحة، الاستقلال الأمثل للموارد لرفع الإنتاجية وجودة الخدمات واستدامتها، زيادة تفعيل المسؤولية والمحاسبة. صاحب السمو الملكي، بالنيابة عن جميع القياديين في حكومة مملكة البحرين، أؤكد لكم اليوم أن عزمنا أكبر من أي تحديات تواجهنا، وبتكاتف الجميع سنواصل العمل بفضل من الله وتوجيه من جلالة الملك الوالد حفظ الله ورعاية ودعم سموكم الكريم لتحقيق الغايات المنشودة من أهداف التنمية والتطور لصالح كافة أبناء البحرين المخلصين. وبتكامل الجهود وبعزيمة الجميع سنواصل مسيرة الإنجازات الوطنية المباركة، ونؤكد لكم اليوم أننا جميعا لدينا حب للتحدي وعشق للإنجاز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تم خلال الجلسة عرض فيلم وثائقي تناول أبرز الإنجازات الحكومية في مختلف القطاعات، وإقامة معرض تضمن عروضا رقمية لعدد من قصص النجاح لبرامج ومبادرات عدد من الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية. وقد تفضل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر بتوزيع جوائز الأداء المتميز للمؤسسات الحكومية، حيث فازت مدرسة آمنة بنت وهب بجائزة جودة التعليم، وذلك لحصولها على تقييم ممتاز من الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم في 3 دورات متتالية، فيما فازت كل من وزارة الإسكان ووزارة المواصلات والاتصالات وأمانة العاصمة بجائزة التميز في التواصل مع العملاء، وذلك كأفضل الجهات تفاعلا في النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل. أما جائزة أفضل الممارسات فقد ذهبت ل3 ممارسات: الأولى للسياج الأمني الإلكتروني الذي دشنته الإدارة العامة لخفر السواحل، حيث توفر هذه الممارسة سرعة في عملية الإنقاذ وحماية الأفراد، وتغطية كاملة لمياه البحرين الإقليمية بواسطة رادارات ومجسات إلكترونية، ويعتبر مشروعا فريدا ونوعيا ومتميزا على مستوى الشرق الأوسط. والثانية لمشروع الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية الذي استطاعت من خلاله وزارة الصحة تقليل معدلات المرضى والعدوى ورفع المناعة من خلال وضع إجراءات وضوابط ومتابعة دقيقة لاستخدام المضادات بشكل أمثل، بحيث لا يؤثر على مناعة المريض. وكذلك ساهم المشروع في ضبط المصروفات وتقليل الهدر. وقد أشادت منظمة الصحة العالمية بالمبادرة وبأسلوب العمل، واعتبرتها مرجعية إقليمية. والثالثة كانت للبنك المركزي في مجال تعزيز الثقة في الاقتصاد الإسلامي ونقل شركات التكافل الإسلامية إلى مرحلة الربحية، حيث تم تطوير آليات التقييم لشركات التأمين بحيث تساعد على تنافسية الشركات واستدامة الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي من المشتركين والمساهمين. وقد أشاد كبار علماء الاقتصاد الإسلامي بالمبادرة وباعتبارها تجربة رائدة ومتميزة. وبرنامج البحرين لأفضل الممارسات الحكومية أصدر كتابا في العام 2015 يحتوي على 32 ممارسة، وقد
تم تسجيل هذه الممارسات في شبكة الأمم المتحدة للخدمات العامة باعتبارها ممارسات متميزة عالمياً، والبرنامج بصدد إصدار النسخة الثانية من الكتاب قريباً. كما تم خلال الجلسة الافتتاحية عرض فيلم وثائقي تناول أبرز الإنجازات الحكومية في مختلف القطاعات، وإقامة معرض تضمن عروضاً رقمية لعدد من قصص النجاح لبرامج ومبادرات عدد من الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية. تقدمها في مجال تطوير الخدمات الصحية ليصل إلى مستويات متقدمة ومنافسة. همنا الأول والأخير خدمة هالبلد. همنا الأول والأخير هو تنفيذ سياسة جلالة الملك في توفير الخدمات وراحة المواطن في جميع المجالات. احنا محاولات كثيرة اللي تشغلنا عن وجاء تدشين خدمة سجلات في العام 2016 مكملاً لحزمة الخدمات الإلكترونية المبسطة والتشريعات والقرارات الحكومية المرتبطة بتعزيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية التي ترتكز على تحسين البيئة الاستثمارية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية بأبعادها المختلفة. وتستمر المساعي في جعل مملكة البحرين بيئة جاذبة للاستثمارات عنوان المرحلة المقبلة المتمثلة في إعادة رسم دور القطاع العام من خلال تبني نموذج اقتصادي يقوم على تحول دور القطاع العام من الاضطلاع بعملية النمو الاقتصادي إلى الداعم لتعزيز عناصر البيئة الخصبة لهذا النمو الذي سينعكس على المواطنين من خلال توفير فرص نوعية واعدة بعدالة للجميع. فمطلوب علينا أن احنا نخلق اقتصاد مبني على المعرفة، اقتصاد مبني على الابتكار، اقتصاد مبني على اغتنام الفرص، وهذه ما بيتم والتدريب، وذلك في ثلاث دورات